السفاره مع مين؟ السفاره. هتحكم؟ ماشي احكم انت. الكره اللي علشت منك دي، الكره اللي علشت الطابق الشمال. عادي يا عم، مفيش مشكله. ما خالص يا عم، ماشي. انا بتكلم مع راجل عادي، هو بتكلم كده. الكره دي كنت واقف واحده في الفن. اه قدام تحتيك بقى. الست بتاعت الشمال. ايه ما تعرفش كده؟ تعمل ايه يا اخي؟ احنا تعبانين. لا وكويسين وكسبانين، كلنا داخل مصر زي الماتش اللي فات برضه. حتى اخر الوقت وكسبانين. كسبنا 4-3 مش عارف 4. المهم ان احنا خد يا مصطفى، صور بس لغايه ما صور بس لغايه ما اقول لك على حاجه. تعالى بص.